مغنية عراقية مغربية، ابتديت مشوارك من سنة 2007 ومن أول نهار تفاعل معك الجمهور كصوت جميل جدا بمثل بلدك المتألم العراق. والليلة شذا أنت ضيفتنا للمرة الثانية بحديث البلد لنحكي عن آخر نشاطاتك وأعمالك. أول شيء شذا الحمد لله على السلامة لأنك بعدك راجعة من جولة بأمريكا برفقة الفنان وائل كفوري. كيف كانوا الحفلات الأربعة اللي أحييتون هناك؟ الحفلات كانت رائعة جدا. وائل فنان كتير راقي وكتير شهم، وسعيدة جدا أنه كنت معه في هالحفلات اللي أخذت صدى جميل جدا. الجالية العربية وبالأخص العراقية كانت حاضرة في كل الحفلات. هذه السنة الثانية يعني للتوالي اللي كنت موجودة فيها، والحمد لله كان نجاح جميل جدا. يعني شذا قبل ما نكفي سوا خلينا نحن والاستاذ انطوان نسمع باقة من اجمل اغنياتك بهالميوزك ستوري، شو رايك؟ اوكي. وائل كفوري يغني لك هو غنيتك روح وانت دنبني له غنيت قديش صار لي، قديش صار لك ما غنيتي له هالاغنيه لوائل؟ هلا صرنا ثلاث اربع ايام، صرنا اربع ايام لانه صرنا اربع ايام يعني صار لازم ترجع تغنيها مره ثانيه بعد في حكايك. بس ساعدوني. اوكي قديش قديش صار لي مرطبك تطل تمحي دمع من عيني دل فل الشتي طل الربيع مل وما رجعت انت. الله. الاغاني اللي جد عندنا اصوات حلوه يعني اصوات طربيه مثل شذا، بتسمع هالاصوات الجديده ولا مش كثير عم بتتابع؟ لا عم بتابع. وفي اصوات بتبقى وفي اصوات بتروح. من اول مره بتروح بتغادرني بتفل يعني دغري بتفل وعم بيكتر وكثير هودي يلي عم بيغادرونا عم بيكتر. شذا شفناك مؤخرا وحصريا على شاشة الام تي في بكليب الساعة اخراج جو بوعيد. قبل ما نكفي خلينا نشوف سوا نحن والاستاذ انطوان مقتطفات من هالكليب نرجع نحكي عنه، بس لنقدر نشوفه بدي اطلب منك تطلع بكاميرتك وبس تضوي احمر شو بنقول بلاير باسم يا كذباوي يا خداعة تاني بحجة الساعة Yeah.
بتلعبي دور مريضة نفسية بمستشفى المجانين، ما خفتي يقولوا عنك مجنونة؟ ما عندي مشكلة. لأنه الست صباح خافت بالقبل، شوف شو قالت. قالوا عني مجنونة، بحبك يا عيوني، ويا ريت كل المجانين جنون على شكل جنوني. قالوا عني مجنونة، بحبك يا عيوني. أنصار البيت، مثلت مع السيدة صباح؟ لا، ما ما صار لي هالشرف. اليوم في تواصل بيناتكم؟ صبوحة أنا هي بتعرف قديش قديش معزتها كبيرة عندي، وهي كمان بتعزني. لكن مسيها الليلة على طريقتها، مسيناكم مسيتونا. بنمسيها وبنقول لها يعطيها الصحة والعافية وطولة